وهي رجعنا نعيش بهالحارة المعتة. يلا خلص. جوري احكي لجهاد بيت اللي صار، وقولي له اختك قلعتنا بيروح بهد القصر على راسه، اكيد هو ما رح يرضى ابدا. جهاد ما بيتدخل بهالقصص. معقول ما يطلع بيده شي؟ يلا روقي وخلينا نعرف نفكر. وقفي يلا، انا بفتح، امسكي الشاي. نملوا رجلي من القعده. اوف. اهلين. لا اهلين ولا سهلين، شو هالحكي اللي قلتيه على التليفون؟ لك كنت عم فكر كيف بده يوسعنا البيت لما يجي الصبي، وهلا طلعوا لي اهلك بالسحبه. لك شو بك انت؟ خلص احنا ثلاثه وهن اربعه صرنا سبعه، بيت بأوضتين، كيف بده يوسعنا؟ قليلي خلص اسكت. عمي تصبحوا على خير ابني، نحن كنا قايمين نمشي.